خلينا نروح لكيف فكر الإعلام الإسرائيلي، شو كتب الإعلام الإسرائيلي وكيف بيفكروا قيادة الكابينت وغيره من الإسرائيليين، كيف فكروا امبارح وكيف تقديرات الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي والمترجم أيضا الأخبار العبرية عصمت منصور. صباح الخير. صباح الخير، حياتي لك وكل عام وانتم بخير. فعلي متأخرة ولكن يعني تقبل الله طاعات من الجميع، احنا لسنا بخير. اعتقد يعني انت يعني تعبت كثير انت وزملائك في الترجمات، صفحة الترجمات شفتكم الليلة، تعبتوا كثير في المتابعة. كيف بديش اقول لك كيف تناول الاعلام العبري، انا شفت كيف، ولكن كيف تتوقع رد على الرد؟ اسرائيل قصفت في دمشق، القنصلية الإيرانية قتلت 7 أحدهم قائد كبير. إيران صلها من وقتها وهي بتقول بدها ترد بدها ترد بدها ترد، الليلة كان الرد. باعتقادك إسرائيل سترد أيضا، وكيف إسرائيل ستتعامل مع هذا الموضوع؟ ستجر المنطقة كما يقول بايدن أو الإدارة الأمريكية إلى يعني معركة كبرى في الشرق الأوسط؟ يعني هذا هو السؤال الكبير. لا أحد يرغب في رد إسرائيل وخاصة الإدارة الأمريكية. بايدن حريص جدا ويحاول أن يقنع نتنياهو، تحدث مع اليوم وأيضا وزير دفاعه تحدث مع جالنت وغيرها من القنوات. يريدون على الأقل أن تتمهل إسرائيل إلى أن تعقد جلسة مجلس الأمن واجتماع G7، وبعدها بعد اتخاذ خطوات دبلوماسية وعقوبات وغيرها يمكن لإسرائيل أن تدرس موضوع الرد، يعني أن تتريث. وأيضا هناك إمكانية إذا عرضنا سيناريوهات أن ترد إسرائيل، ولكن كما فعلت إيران، رد محسوب ودقيق وليس استراتيجي، بمعنى تقصف منشآت نووية، تقصف أهداف في إيران يمكن احتمالها كما حدث مع إسرائيل، أو أن يعني نتنياهو يدير ظهره للجميع ويستغل هذه الفرصة التي حلم بها طويلا 15 سنة وهو يريد تحالف دولي والولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع إيران. وذلك هو أمام فرصة، لو رد سترد إيران وربما هذا يتحقق. لكن يعني كل طرف، أنا أعتقد أضعف سيناريو هو السيناريو الأخير، أن يرد رد قوي جدا وأن يشعل حرب، لأنه هذا يحتاج الولايات المتحدة ويحتاج تحفظ الألف دولي، والولايات المتحدة لا زالت ترفض. ويبقى يعني الاحتمالين الأولين، أنا أفترض أنه سيتريث يوم عادت المطارات للعمل، عادت الحياة للعمل، إسرائيل رفعت يعني بمعنى القيود التي وضعتها، والإيران الخارجية والبعثة الدبلوماسية أعلن أنه بالنسبة لإيران انتهت الرد، هي ردت على اغتيال قائد لديها واستهداف سفارتها لاعتبارها أرض إيرانية. أنا أفترض أخي علي في النهاية الموضوع ليس بيد نتنياهو لوحده، والمخاطرة هذه المرة كبيرة، هذه ليست يعني هدف في لبنان، يعني الموضوع ترك لجالنت ونتنياهو وغانتس. إذا ترك يعني فعلا الكابينيت فوضهم عمليا الليلة أو فجر اليوم، لكن إذا ترك فعلا الخيار لهذه الأشخاص، أنا أعتقد أنه يمكن للولايات المتحدة أن تؤثر بشكل كبير. هي غانتس يتوافق معها، وجالنت أيضا يعني يتوافق مع وزير الدفاع الأمريكي، ويبدو أنهما اتفقا أن لا تخطو إسرائيل خطوة دون أن تعلن الولايات المتحدة. من دفع إلى هذه الحالة هو القتل والاغتيال في دمشق، والذي أبلغت الولايات المتحدة عندما انطلق الصاروخ، يعني بعد أن كبسوا على زر إطلاق الصاروخ في نفس اللحظة أبلغوا الولايات المتحدة، يعني بحيث لا تستطيع أن تمنع هذا الاغتيال الذي تصفه المتهور. طيب اسمع، خلينا نحكي معك أنا بصراحة كيف إحنا بنحكي في إحنا إذاعة FM وبنحكي كيف بنحكي في الشارع، يعني شو بنسمع في الشارع بنحكي. هناك من يقول بأنه والله هذا الرد منضبط ومتفق عليه، أجهزة المخابرات بتحاربش بعض، بتقول لبعض شو لازم يكون وشو مش لازم يكون، يعني واضح أنه ربما شيء لا يصدق. لكن يقول البعض أن التصعيد وحجم التصعيد متفق عليه وله حدود. يعني ربما كلمة متفق عليه توحي وكأنها يعني لعبة ومؤامرة وأمر يعني مش شرط إنه إيران محرجة، إنه قصفوا لها سفارتها قنصليتها وقتلوا لها ضباط كبار،
وانه محرجه قدام شعبها، انه هي بدها ترد، مجبوره ترد، ما فيش عندها مجال ثاني، طول عمرها بتهدد وما بتعملش، مجبوره تعمل، فسمح لها بالرد. هل هذا ما يقوله البعض مسموح؟ نعم. بهذه الصيغه انا اعتقد وانا اميل لهذه الصيغه. يعني الولايات المتحده تتفهم بين قوسين انه ايران تريد ان ترد وهي استهدفت وسفارتها، وبالتالي الولايات المتحده يعني حاولت ان تتوصل الى صيغه اتفاق كي لا ترد ايران، وعرضت عليها عروض سياسيه، ولكن رفضت ايران هذه العروض تماما واصرت على الرد. هنا كان دور الامريكي التخفيف من حديث الرد، تعال جعله قابل للابتلاع يعني والتمرير، انه مش بالضروره يعني مثلا لاحظ ما استاذ بوش كان تل ابيب ومراكز المدن والصواريخ كانت يبدو انه اختيارها واعدادها، لكن ايران بالنسبه لها هذا رد وهذا يكفي. لذلك نعم انا اعتقد ان هناك جزء من الترتيب ومحاوله التاثير والضغط الا تقود الرد الى المواجهه، يعني يكفي ان تكون الولايات المتحده الاسرائيليه لم يد مواجهه ولا يتحول الامر الى مواجهه، وتوافق ايران حتى يعني عندها تختار اهداف في الشمال وفي الجنوب و بعيدة نسبيا ومن هذا القبيل. طيب اليوم كان في تعطيل في اسرائيل ولا عادت الحياة لطبيعتها؟ كانوا اعلنوا ان المدارس لن تكون وجاهي وستكون معطلة جميع المدارس تخوفا من الرد، هذا كان قبل القصف. بالاخر يعني ما الذي حصل؟ اسرائيل تعيش اليوم طبيعية ام هي في لا زالت تتخوف من رد اخر؟ هي التخوفات تبقى موجودة ولكنها ضعيفة جدا، لكن هي أعلنت عن تعطيل للمدارس والنشاطات الثقافية والترفيهية والتجمعات والآخره، وهذا لم تتراجع عنه يعني رغم أنها تحدث الطيران وفتح مطار الليد وغيرها، لكن هي لم تعلن عن نهاية العملية. وطالما أنه إسرائيل لم ترد ستبقي على حالة اليقظة والتأهب. أعتقد أنه مندوبهم في الأمم المتحدة حكى أنه يعني هذا هو الرد، ويعني انتهى الرد الإيراني، ولكن سيكون هناك رد. المندوب الإيراني صحيح صحيح نعم نعم. يعني الآن كما قلت إيران قالت أنه بالنسبة لها الحدث منتهي، هي ردت على اغتيال جنرالها في سفارتها في دمشق وانتهى الأمر، ولكن إذا ردت إسرائيل سترد. تعتقد أن هذا الرد رادع أنه سيوقف نزيف قتل العلماء الإيرانيين والضباط من عند سليماني وأنزل مخللهم مش حدا؟ يعني أعتقد أنه نعم هذا الرد بأي معنى هو رادع، أنه خلق معادلة جديدة، استهداف من هذا النوع سيعني رد من الأراضي الإيرانية، وبالتالي هذا يعني يصعد الأمور ويجعلها الآن يد نتنياهو عند التوقيع أو أي رئيس وزراء على أمر اغتيال أو عملية ضد إيران. نعم. سيأخذ بالاعتبار أن هذا قد يقود وبنسبة كبيرة إلى رد شبيه، وربما هذه المرة لا يستطيع أحد ضبط هذا الرد. نعم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور، كنت معنا من رام الله، شكرا على كل هذه التفاصيل.